السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة كور دي زاد فونكم. نتمنى تكونوا ملاح بصحة جيدة وبألف ألف خير. اليوم راح نتلاقاو في مادة التاريخ مع شخصيات تاع مادة التاريخ للوحدة التعليمية الثانية. أول شخصية راح نديروها هي ميصالي الحاج اللي زاد 1898 وتوفى في 1974. هو زعيم الاتيار الاستقلالي وأول واحد اللي طالب بالاستقلال، كان رمز للوطنية والتحرر في الجزائر وخاصة في شمال إفريقيا. وتاني تأسس نجم شمال إفريقيا، من بعد زاد أسس حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية. بصح الموقف تاعو نحو الثورة كان سلبي. فرحات عباس في 1899 وتوفى في 85، هو رئيس الحكومة المؤقتة اللي داروها في 58، وكان أحد القادة تاع التيار الإدماجي. مشارك في صياغة بيان فيفري 1943 والتحق بالثورة سنة 1956 وأسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. أما أحمد بن بلا اللي زاد 1918 هو رئيس الجزائر المستقلة من 1962 حتى 65، ناضل في حزب الشعب وكان عضو في حركة انتصار الحريات الديمقراطية وترأس المنظمة الخاصة، وكان من أحد المفجرين تاع الثورة الجزائرية. وتم الاعتقال تاعو في عملية القرصنة الجوية اللي هي حادثة اختطاف الطائرة المشهورة اللي داروها في 1956. يوسف بن خدع اللي زاد 1923 وما عندوش بزاف من اللي مات في 2003، وهو رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية، حكم غير عام واحد من 61 حتى 62، مناضل في حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية. مصطفى بن بولعيد اللي زاد 1917 ومات 1956 استشهد، هو مناضل في حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وكان عضو في لجنة 22 وتاني في اللجنة 6، كان قائد الولاية الأولى وألقي عليه القبض بسجن قسنطينة واستشهد في 22 مارس 1956. ديدوش مراد زاد 1927 ومات في 1956، انخرط في حزب الشعب الجزائري في سنة 1943، ساهم باش تكون المنظمة السرية وكان من أحد مفجري الثورة، وعين كقائد الولاية الثانية وقاد معركة قرب قرية سيميندو في ولاية سكيكدا اللي تم استشهد فيها في 1956. زيغود يوسف اللي زاد 1921 وتوفى في 56، هو مناضل بحزب الشعب وعضو المنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل ومن مفجري الثورة. منظم هجوم 20 أوت 1955، عين كعضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية، مستشهد في 25 سبتمبر 1956. محمد بوضياف اللي زاد في 1919 ومات في 92، منظمة انضم إلى صفوف الحزب الشعب ثم إلى عضو في منظمة سرية، وكان ضمن مجموعة 22. اعتقل في حادثة اختطاف الطائرة في 22 أكتوبر 56 حتى أطلق سراحه حتى وقف إطلاق النار في 19 مارس 62، واستدعي لينصب رئيسا للدولة الجزائرية المستقلة في 62، ومات مقتول في 1994. كريم بالقاسم اللي زاد 1920 وتوفى في 1970، هو مناضل بحزب الشعب منذ 47 وعضو المجموعة 6، وكان أحد مفجري الثورة وقاد عدة عمليات في منطقة القبائل. رابح بطاط اللي زاد في 25 ومات في 2000، هو مناضل في صفوف الحركة انتصار الحريات الديمقراطية وعضو في اللجنة الثورية للوحدة والعمل. وتانيت كان عضو في المجموعة 22 ومجموعة 6، واعتقل في سنة 1955 من بعد أطلق سراحه في وقف إطلاق النار، وتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى غاية 1960. حسين أيت أحمد اللي زاد 1926 انضم إلى صفوف الحزب الشعب، وعند إنشاء المنظمة الخاصة كان هو حاضر فيها وكان من أبرز العناصر تاعها. انتقل إلى القاهرة رفقة محمد خيدر في 51، راحوا لمصر واعتقل في حادثة اختطاف الطائرة. محمد خيدر اللي راح مع حسين أيت أحمد زاد في 1912 ومات في 67، انخرط في صفوف نجم شمال إفريقيا ثم حزب
الشعب الجزائري وراح للقاهرة في 51، ثم أصبح مندوب لحركة انتصار الحريات الديمقراطية خارج البلاد، ومن ثم كان أحد عناصر المنظمة الخاصة، وهو كان من بين المختطفين في حادثة الطائرة اللي صارت في 56. دوك راح نشوفوا عبد القادر عبد الحميد بن باديس اللي زاد 1889 وتوفى في 1940. شكون اللي ما يعرفش عبد الحميد بن باديس؟ ولد بقسنطينة وكمل الدراسة تاعو في جامعة الزيتونة اللي جاية في تونس، وبعد ما عاودوا للجزائر انخلط إلى العمل الوطني، وأسس في 1931 أسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهو رائد حركة الإصلاح وغرس عدة قيم وثوابت وطنية منها الإسلام والعروبة في الجزائر. الحبيب مهدي اللي زاد في 23 ومات في 57، ولد بضواحي عين مليلة وهو قائد الولاية الخامسة لوهران، وأشرف على إضراب 7 أيام بالعاصمة، وألقي القبض عليه في 23 فبراير 1957، واستشهد في السجن تحت التعذيب في 3 مارس 1957، وتوفى استشهد بالجزائر. الشاذلي بن جديد اللي زاد في 1929 شارك في الثورة وكان عضو مجلس الثورة سنة 1965، وكان رئيس للجزائر في الفترة تاع 79 حتى 92، عرفت الفترة تاعو كثير من الاضطرابات اللي كانت في العهدة تاعو، وقرر يدير التعددية السياسية في الجزائر. هو ريبو مدينة المعروف باسمه الحقيقي محمد بوخروبة اللي زاد 1932 ومات في 78، هو مناضل ورجل الدولة وقائد الولاية الخامسة في 58، هو اللي كان يحكم فيها، وكان قائد الأركان في 1960، وعين وزير للدفاع الجزائري بعد الاستقلال، ونظم العملية التي أطاحت ببنبلة واللي حملت الاسم ديالو، ومن بعد أصبح رئيس للدولة ومرسي أسسها السياسية والاجتماعية. في 56 دار تصحيح الثوري الاقتصادي اللي داروا في 19 جوان، واشتهر بالنشاط تاعو في إطار حركة عدم الانحياز، وكان أحد الأقطاب تاعها وأحد الأعمدة ديالها. توفى في 27 ديسمبر 78. محمد البشير الإبراهيمي اللي زاد 1889 ومات في 1965، هو من أعلام الجزائر تاع الفكر والأدب، وعضو في جمعية العلماء المسلمين، وكان نائب في رئاسة الجمعية وترأس الجمعية بعد ما توفى ابن باديس. وتوفى محمد البشير الإبراهيمي في 65. الأمير خالد اللي زاد 1836 ومات في 1875، هو حفير تاع الأمير عبد القادر، وشارك الحرب العالمية الأولى في الجيش الفرنسي، ومؤسس رابطة النواب المنتخبين في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى، والتي تمثلت في تيار المساواة. دوك نشوفوا الأمير عبد القادر الجزائري، هو أمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري، ولد في 1807 ونشأ وتعلم وتربى في غرب الجزائر، والاسم تاعو اشتهر ولمع، وخاصة في مواجهة الجيوش الفرنسية ما بين فترة 1832 حتى 1847، وتم الاعتقال ونفيه إلى سوريا حتى قعد فيها إلى يوم وفاته. عبد الرحمن فارس اللي زاد في 30 جوان 1911 مع اندلاع الثورة، فرنسا حبت تستغله باش تواجه به الثوار لكن فشلت. استقر في الجزائر في 1956، وكان في فرنسا له دور كبير في الفيدرالية تاع جبهة التحرير الوطني، واللي كانت مقر تاعها في فرنسا، وعين على رأس الهيئة التنفيذية المؤقتة في مارس حتى سبتمبر 1962. عبان رمضان هو عضو في المنظمة الخاصة، ولعب دور مهم في إعداد ميثاق الصومال، وصاحب فكرة الأولوية للداخل على الخارج والأولوية العمل المسلح على العمل العسكري. مات ولا قتل في 26 ديسمبر في المغرب. أحمد توفيق المدني هو عضو في جمعية العلماء ووزير الشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة. محمد شعباني هو من المساهمين الأوائل
الثورة الجزائرية، وكان مساعد العقيد سي الحواس بالولاية السادسة في الصحراء، ثم عين رئيس لها بعد استشهاد سي الحواس. قتل في بداية الاستقلال علي كفيل اللي شارك في هجومات شمال قسنطينة اللي صارت في 1955، من بعد شارك في مؤتمر صمام 56، وكان سفير الجزائر بعد الاستقلال في سوريا ولبنان والعراق، ثم عين كعضو في المجلس الأعلى للدولة الجزائري الدولة الجزائرية في 1992، ثم رئيس لها بعد اغتيال بوضياف محمد بلوزداد اللي زاد في 27 ومات في 57. انخرط في صفوف حزب الشعب ل 1943، وقائد في الحركة الانتصار الحرية الديمقراطية، وهو أول رئيس للمنظمة الخاصة في فيفري 1947، ثم خلف آية حمد نتيجة لمرضه. الأمير زروال هو رئيس الجزائر في المرحلة الانتقالية ل 30 جانفي 1994، انتخب كرئيس للجمهورية في 1995 في 16 نوفمبر، من بعد انسحب من السلطة في 96. عبد العزيز بوتفليقة هو وزير الخارجية من 1963 حتى 79، انتخب في 16 أبريل 1999 رئيس للجمهورية الجزائرية اللي مازال حتى لدرك رئيس. ارتبط الاسم تاعو بمشروع الوئام المدني ثم المصالح الوطنية تجنبا لحقن دماء الجزائريين. نلحو دوك نشوفو شخصيات فرنسية اللي كانت معروفة اثناء الثورة الجزائرية. شارل دوغال اللي زاد 1890 ومات في 70، هو سياسي وجنرال فرنسي ومؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 58. حاول ضرب الثورة الجزائرية بالسياسة القمعية اللي جمعت بين القمع والإغراء ومحاولة الاختراق، واخيرا وقع اتفاقية ايفيان مع جبهة التحرير الوطني ومما انقذ فرنسا. وتوفى في 1970. جاك سوستالي زاد في 1912 عين كولي عام للجزائر في 1955، هو صاحب مشروع سوستالي اللي نصب نفسه مدافع الجزائر الفرنسية، وسياسة الادماج تاعو عينو ديغال في 58 بوزارة الاعلام ووزارة المنتدبة للصحراء. ليون بلوم اللي زاد 1872 وتوفى في 50، هو سياسي فرنسي وعضو جزائري اشتراكي، عضو حزب الاشتراكي في الحكومة ورئيس الحكومة الجبهة الشعبية الفرنسية في 36 حتى 37. اشتهر بالإصلاحات تاعو اللي حملت شعار الخبز الأمن الحرية الحرية. هو صاحب المشروع الإدماجي اللي يجمع بين الولي العام الفرنسي والجزائر موريس فيلات، والمعروف بالمشروع تاعو بلان فيلات. دونك نحن نشوفو شارل موريس اللي معروف تاع خط شارل موريس في 1905 حتى 1979، هو جنرال استدعاه ديغول لقيادة الجيش الفرنسي بالجزائر في 1959، وصاحب الفكرة تاع الخطوط المكهربة على الحدود الغربية والشرقية للجزائر. دوك مازال ما نحوش دوك الألغام اللي راهم كاينين في الحدود، وكان حاضر في بداية المفاوضات الجزائرية الفرنسية. هو انقلب على ديغول في 22 أبريل 1961، وحكم عليه في 1 جوان ب 15 سنة السجن، وأطلق سراحه في 1966 بعون من ديغول. راؤول سالان اللي زاد 1899 ومات في 1984، هو جنرال فرنسي شارك في الحرب الفرنسية ضد الهند الصينية، وكان من معارضي الاستقلال. شارك في انقلاب جنرالات اللي داروا في أبريل 61، هادو جنرالات داروا على ديغول وحبوا يدولوا الحكم تاعو. وكان هاد الجنرال راؤول سالان دار هاد الانقلاب مع جوهو لينز شارل، ودخل في العمل السري بتأسيس المنظمة العسكرية السرية، وتم السجن تاعو في تحكم في الحبس في أبريل 1972، وخرج من الحبس في 68. على هذا نكونوا لحقنا للاخر تاع الفيديو. نقول لكم تهلاو في روحتكم بزاف بزاف. الا كاين كاش سؤال ولا عسى ما فهمتوهاش، ما تنساوش تخليوها لنا في كومونتير لتحت. من هذاك الحين نقول لكم بقاو على خير، والسلام عليكم.